البروفيسور المامون مبارك دريبي. بالاسم ديال الاب والام باش كيتطبقوا الاخرين. راه الزواج عباد الله راه ماشي واحد الحاجه سحريه يدخل سلحفاه غيبقى سلحفاه. بكل وضوح مجتمع تحت المجهر. ما هي جهاز المناعه النفسي؟ جهاز المناعه النفسي هو الاب والام من 3 سنين الفوق كنبداو نحكوا في ولادنا. راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب كياكلو باش كياكلو بشخصيته بقوة شخصيته بذكاء. برنامج بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي يأتيكم من الاثنين إلى الخميس من الساعة 6 إلى 8 مساء. مساء الخير مستمعينا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الاجتماعي اليومي بكل وضوح على مدى غاديو الإذاعة القريبة منكم ورفقة البروفيسور مامون مبارك دريبي. مساء الخير بروفيسور. مرحبا للعفاف. أهلا وسهلا عشركم بروكا وإن شاء الله كل عام وانتم بألف خير بروفيسور. بارك الله فيك. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على الأسر اللي كيعيشوا على أعصابهم بسبب مشاكل ولو أنها تقدر تكون صغيرة في الكثير من الأحيان ومرتبطة مثلا بالأولاد لما كيتعلق الأمر بدراستهم أو بالسلوك ديالهم. كيتحول هذا الأمر بروفيسور العنف لفظي ونفسي ما بين هاد الأزواج وممكن في أي لحظة كيبان عندهم يعني واحد انفجار ديال الغضب بكلمات جارحة اللي كتقدر تكون في ما بيناتهم. فرغم من الظروف المادية في أحيان كثيرة كتكون مرتاحة الزواج ديالهم جا عن قناعة واختيار ولكن هاد المشاكل كتبان وهاد الغضب كيبان. فنبغيو نعرفوا بروفيسور في البداية واش هاد الهشاشة هي جاية من البنية ديال الإنسان بشكل عام أو لا طبع ديالنا حنا في بلادنا المغرب وكمغاربة كاين مثلا شي أمور اللي كتزيد تفاقم هاد المشاكل وكتخلي هاد الناس يكونوا عرضة أكثر لهاد الانفجارات وهاد الغضب السريع والمفاجئ. هاد الأمر هو عام كي يخص الإنسان بصفة عامة ولكن احنا في المغرب واحد العدد كثير من الناس ما تيحافظش أو لا كي يتجاهل يعرف مقومات الحفاظ على التوازن. علاش حنا عندنا في المغرب مشكل مع السياقه والحوادث السير؟ لان راه ماشي المشكل ما بين السائق والسياره والتعامل على الطريق. المشكل راه حسابات معقده ومركبه فيها ما هو فكري. خص الانسان يوضع مقاصد ويبرمج المقاصد ويوضع غايه ويوضع غايات ويوحد الغايات. كاين اللي كيوضع برنامج في دارو غيخرج يقضي كذا وكذا وكذا غير كيركب سيارته كيجيه اس ام اس ولا هاتف وما تيبقاش محافظ على الجدول اللي هو وضعه اللي كان متراسي ليه واحد الطريق فما بقاش عارف كيفاش يغير الهيكل هاد الخريطه اللي وضع في دماغه ديال الطريق اللي واضع من البيت وتيولي كيدور في خط متصول لانه اصبحت عنده صعوبه كيفاش يحافظ على المعلومه ويغير البرنامج ويغير المسار. راه حسابات هذه ذهنيه كونيتيف. ثم تدافع العاطفه ملي تيكون الانسان مهادن زاقي عنده عاطفه وحده في نفسه شويه تيخرج ليه اس ام اس كتجيه مكالمة كيعيط ليه واحد كيذكرو بواحد الحاجة كيسالو فلوس هذا كيقول لي كذا وعدتيني ما جيتيش الاخر تضارب العاطفة كتولي كان مستريح كيشرب قهوة حتى تيولي واش توتر واش غليان واش اندفاع واش ما كيعرفش انواع العواطف اللي كتدخل فكيجي وكيمشي للخانة ديال طالع ليا الدم طالع ليه الخز كيمشي دائما لديك الخانة القصوى كبيرة بحال واحد المحرقة كيبغي يدخل فيها هذيك المواد اللي تجمعوا باش يتخلص منها. ثم ناس ما خدوش فكرة على أن الإنسان ضعيف جدا ورهيف بزاف. كاين ناس اللي مازال عايشين في واحد الصورة خيالية على أن الإنسان قوي وقوي في لحظات أما في الدوام ورني شي واحد قوي في الدوام كما كنوعو يا غني يا فقير يا مريض يا صحيح. فهاد الاسر هادو اللي كيعيشوا هاد الحاله هادي هذا مؤشر على ان واحد البنيات غادي نوريوها للحباب شنو هي الاشياء اللي كتجعل الانسان يفقد التوازن. هو الماضي ديال الانسان باضطرابات وبهجمات وب مصيبات وب ب ب ب اشياء
متعدده تيجعل البنيه ديال الواحد ملي كيدير 25 عام كيدير 30 عام ها المزيانه ها المعطوبه ما كاينش واحد اللي سالك. البنيه الثانيه هي متطلبات الواقع. الواقع من انه الانسان تيعيش وما تيكفاوش الفلوس اللي كيربح، من انه دائما مدروك مع اخر شهر، مدروك مع الديكوفير، مدروك مع مدروك مع مدروك مع، من انه بينه وبين عشيره المراه مع رجلها والرجل مع مرته ما تيصفيوش حسابات. كاين اللي جارها من نهار المخطوب، من نهار الخطبه، كاين من نهار العرس، كاين من نهار مع النساب، كاين كيبقى شي حويجات فيهم كونتونسيون ما كيصفيش. البنية الثالثة هي أن كل فعل وكل تصرف كل ردة فعل مبنية على مرجعية ثقافية. ما كاينش شي حاجة سميتها هكاك عفوية. واحد المصدر ثقافي هو اللي تيكون فك كيفية رد الفعل أو صنع الفعل أو تحمل واحد الضغط اللي تيجعلك توصل واحد الحاجه طيبه وانت كتحرك. مصدر ثقافي فكري. علاش انا من 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 الناس اللي كنحب ودائما تنمشي الايه القرانيه والحديث باش ناخذ منها المصدر الفكري. علاش؟ لان لقيت بان في المجتمع المغربي وبصفه عامه في المجتمع الاسلامي، ولكن بالذات اللي كيهمني انا كمواطن مغربي، هو ما هو المؤسس للراي العام والراي الشخصي؟ ما هو المؤسس؟ المولود، العائلة، القبيلة، الجهة، وفوق منها الدين. مشيت كمفكر بكل تواضع ودخلت وكنقول للمواطن المغربي هذيك الأمور اللي انت كتاخدها، لأنش كي كتلقاو الناس في أغلبيتهم الأزواج لا ما تديرش هكا حرام، لا خصك ديري هكا حتى حلال، لا ما دير. علاش داروا هذا البينير؟ علاش داروا ما هو أبيض ما هو أسود؟ لأن راه ضعف القدرة الفكرية على تحمل واحد البنية الماضي والمآسي ديالها والأخطاء ديالها والأمراض ديالها، على تحمل الضغوطات ديال الواقع وأنك تكون معاه، هذولا كلهم خصك ليهم طاقات نفسية وفكرية، على الاستلهام من المرجعية، تيخصك يكون عندك مرجعية قوية وسلسة. هنا المرجعية الفكرية سمي قوية جدا، ولكن تلعيبها في العقول ديال العديد من المواطنين ما كيديروا فيها تشنوج، فكيديروا فيها واحد نوع من الصلابه، هي سلسه بحال الماء، وكيجيو كيشنجوها. فهنا حنا كناخذوا ملي كنشوفوا واحد العائله اللي عندها بيت، عندها صحه، وعندها شويه المال، وتعيشوا على حاله الغليان والانفجار، بان الميزان ما قادينش يضبطوه. وشنو اللي ما كيضبطش الميزان؟ هاد الاشياء، لان خاصك تسوق نفسك، راه انت سائق، هي راه في الجسم سيارة، وعندك لداخل آليات هائلة كتساق بالذكاء، ما كتساقش بحال طونوبيل بالقيدون ديالها ولا لا، ما كتساقش هكاك، هي تتساق بالأفكار. فهنا أي واحد بغى يبقى مستمر في هذاك الحال ديال الانفجار، معنيتها اش كيبغيو هما؟ تيبغيو يخلصوا المشكل، ما تبقايش دوي معايا بحال هكا، كيقول مرته لا بغيتيني نكون معاك ما دوش بحال هكا. اش شريف راه واخا غتغير هي كلام بحال هكا، واحد النهار غتقول لك بنتك واحد الشكل، واحد النهار يقول لك والدك، واحد النهار يقول لك جارك. فاذا دائما حنا كنحاولوا نحيدوا هذاك الحاجز اللي امامنا ظنا منا بانه هو سبب المشكل، وهو راه هاد الاشياء، هاد الثلاثيه هادي، بان الماضي كيلعب فينا، بان الواقع ما قدرناش نتعاملوا معاه بتواضع. انت كتربح 5000 درهم ولا 6000 درهم ولا 2000 درهم ولا طالب معاشو، وتطنت كتلزم راسك في شي حوايج. علاش تلزم راسك في شي حوايج؟ انت يا عارفه راسك بان يدك مثقوبه، اللي كتشديه كتصرفيه، الراجل اللي يعطي 1000 درهم ولا 3000 ولا 500 ولا، اللي كتشدو المراه كتصرف، اللي كتشدو المراه كتصرف، وفي الاخر تنوض تلتزم ويلتزموا بواحد الحاجه اللي فيها قواعد، اللي فيها قانون، اللي فيها طريطه، واللي فيها دائما كنقول الناس ردوا البال، اللي مهم هذا هو ليجيان دو في، هذا هو فين العالم الغربي سبقنا وما خديناش الدروس. ما عمر ما غتنسى ليا الازمه العالميه 2008 2010، ما عمرها
تنسى عليه. والعديد من المغاربه بحال اللي صحوا بحال اللي نساوها بحال اللي نساوها. ولا كل شيء كيحلم خصو البارطما وخصو الطوموبيل حتى جعلوا انه عيب تبقى كاري. انا ملي قريت في الاعلام بانه في واحد المشروع ما عرفتش فين وصل انه شي مشروع في الحكومه غيجعلوا قواعد على اساس قانونيه باش يصبح واحد العقار يتكرا ودار حتى لدابا. الحمد لله اللي دارت المبادره ولكن حتى لدابا علاش نجعلوا المواطن يحس بالذنب الا كان كاري؟ علاش؟ فلاحظتي هنا كاين واحد الاستدراج لا مباشر الانسان ضعيف. حنا هو جهاز المناعه ديالو، حنا هو جهاز المناعه ديالو. فاذا كنتي قدام الماضي ديالك مريض ومعطوب ما عندك جريه على الماضي فيك فيك، ولكن الحاضر ديالك المستقبل ديالك انت اللي كتبنيه. حنا ولاد الجيل معطوب انا منه. وعلاش بنت عمي كلمه لك لابس في صباط صيني تتقاشر ما لابسهمش حيت لبستهم دابا الصيف كدار فيا واحد الامراض بان فيا ما نشري الدواء ديالهم. علاش عندي القصدير هادو كازيا؟ انا غادي يعكز عليا نمشي نجيب وحده دوبلفي ونحطها كتشعل؟ علاش واخد دار الكرا مش الكلام اللي نقوله المغاربه تنقولوهش غير من الشفاوي؟ اثبتها واثبت وعرف بان راس مالك هو زريعتك وهو راح تبالك. راه مشات لك راح البال ما ينفعك فيها لا طبيب نفساني ولا ادويه الاعصاب ولا فلوس ولا حتى حاجه. راحت البال هي الكنز. راحت البال مع العمل ومع الذكاء. دابا الناس كيسحبوا راحت البال في الفلوس، كيسحبوا راحت البال في الشراء ديال الحجره ديال القبر كيف تيقول سيدي عمر قبر الحياه. الا جات بسهوله بحال شرب هذا الماء مرحبا، ولكن كيفاش تنوض تلكح وتدلي لسانك الارض؟ المرأة تخدم بالليل وبالنهار، الراجل يخدم بالليل والنهار، علاش نوقع في مصر؟ احنا ما كنهتموش نوقع في دول اخرى. في مصر ما كانش شي مواطن مصري ما كيخدمش خدمة ثلاث خدمات. واش يعقل ان مواطن ما يستريحش؟ كيفاش غي ولاد هذا المواطن ولاد ماشي على شيوم العافية؟ حتى واحد مرض للبال، واش غلاء المعيشة؟ واش كذا واش كذا؟ ولكن ما لقاوش حل إلا أن المواطن يخدم جوج وثلاثة وربعة. لا خصنا نبقاو حارصين على الميزان. الصرب ديال الناس اللي كيجريو ورا النجاح غادي تيكبر غادي تيكثر، ولكن الصرب اللي كيتعطب فهذاك الصرب اللي غادي كيجري كبر من اللي كيفوز. شنو نقولوا عباد الله؟ زيدوا عمروا زيدوا دخلوا ولا تبتها وتبت. ثبت مرتك ما تثبت الراجل. ما معنيتهاش ما يكونش عندنا حب ديال التغيير والنجاح. عندك وتغلطوا، حنا ما كندعيوش ما كنقولوش ما كندوش واحد الدعوه للخمول ديال اللي عنده شي ميضة يتخبى فيه. لا ماشي هذا. الشجره باش كتكبر بحال ديال الزيتون ولا الشجر الصنوبر اللي معروفين به حنا في المغرب جبال الاطلس، راه كيخصها مع النوبات 100 سنه باش كتكبر. النخله شحال كيخصها من عام باش تطول. فراه كذلك النجاح أن هذا العمل اللي كنقدم مع المغاربة راني فيه من 1989 فوقاش حطيت رجلي في الإعلام. بداية بسيطة بدقيقات في 2005 دقيقات 3 مينوت 4 مينوت يا باكو كنا في العجلة كنت غادي نوصل لهذه البلايصة هذه، كنت غادي نكون مغاربة يتسمعوا لينا. علاش؟ التأني هو راس المال. وكتبقى ضابط نفسك واحد كيقول لك تحمق ورا قرانك داروا الفلوس ورا قرانك بناو العمارات ورا قرانك داروا جفيلات ورا قرانك حماقوا ورا قرانك راه ولا ما شربوش فايد ما ينعش ورا قرانك الا ما شربش الشراب راه ما يضحكش ورا علاش؟ ورفع السماء وضع الميزان ان لا تطغوا. شنو هي هذه المصيبه ديال الطغيان؟ ملي كيجي الطغيان كيجي ملي كتجهل حقيقتك انك ضعيف وهش. عندك لحظات قوه وما عمرك ما تحلم انها دائما غتبقى هذيك القوه. اعرف بان من بعد كل لحظه قوه لحظات ديال الضعف. فالكيس والعاقل واللي حافظ على الطمانينه والسكينه ويعرف ينجح بهذوك اللحظات القليله القوه وما عمره ما يمشي لواحد الميزان الا الميزان الطبيعي اللي هو يستغرق لك 10 سنوات او 15 عام او 20 عام. ما
مرحبا. وكيد رجعينا عندك بروفيسور مامون مبارك دربي وحلقة اليوم من برنامجكم الاجتماعي اليومي بكل وضوح على مدغادو الإذاعة القريبة منكم. فاصل ورجعين. ورجعنا على مدغادو الإذاعة القريبة منكم وبرنامجكم بكل وضوح. فمرحبا بتواصلكم معنا على 05 22 46 72 50 51 أو 52. غادي نشوف أول مكالمة باش نتواصلوا مع المستمعين الكرام، وغادي ناخذوا فاطمة على الخط معنا من شمال مغرب مدينة طنجة. أهلا بك فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لالا كيداير؟ بخير. لاباس؟ لالا بخير. عرسك مبروكة. الله يبارك فيك. عنا وعليك. نقول لك أنا فرحانة بزاف بزاف. مرحبا بك لالا فاطمة. مرحبا بك. حال أنا بغي نهضر معك دكتور مهون. تفضل لالا. تفضل لالا فاطمة. شنو السؤال ديالك؟ الله يجعلنا توك جديد إن شاء الله. يا ربي أمين. حنا نتوما جميعا. الله يجعل هذا الشهر مبارك يدخل علينا وعليكم لالا وجميع الناس. لالا مرحبا. تفضل اختي. ماشي عليك مع خوتك لالا. دكتور مهون، المهم انا فاطمه من طنجه، عمري 25 عام. المهم دبلومي، يعني انا المهم ما عرفتش شنو بغيت من هذا. مزوجه مازال؟ نعم مازال مقبل ان شاء الله على حياه زوجيه. الله يكمل بخير. بالحق المشكل هو اللي عندي انني والديا ديفورسي. هذا هو المشكل ديالي اللي اثر عندي، اللي دخل واحد الاثر كبير 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 في حياتي. يعني اللي خلاني انني عايشه في واحد التخوف، يعني عايشه في واحد التشاؤم من 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 هذا من المستقبل ديالي. وهذا اللي مأثر عليا بزاف علاقتي مع الخطيب ديالي. بنتي فاطمه. نعم دكتور. كل واحد فينا غتلقى عنده واحد اللحظه في حياته كلا واحد الدقة، هل اللي واخدها في طلاق ديال موبا، هل اللي واخدها في هنا، هل اللي واخدها في هنا، اللي واخدها هنا. اشنا هو صيغة ديال التفاؤل؟ ملي كنجيبو التفاؤل، التفاؤل راه اما مرض ما كيكونش الانسان واعي بالواقع حتى كيبقى يضحك مرض، يا اما قوة. قوة كيستمدها من الغبار ديال النفايات اللي خلفوا الماضي المرير في حياته. دابا ملي كنبغيو نقويو الخضره ما كنديروش ليها الغبار. هذا الغبار شنو هو؟ خروج د الحيوانات، خروج ريحته كتخنق ما تقدرش تريح حداه. ولكن الا مشيتي درتي سماد البطاطا ولا الفواكه ورد عليا البال ورد الخبار، كيداير الذوق تاع هذيك الخضره وكيداير الذوق تاع هذيك، حتى انه كيتعبر غالي. سولوا الناس اللي عندهم الغبار ديال الدجاج، سيروا شوفوا ياك هذاك الدجاج كاع خانز يقطع، وسيروا شوفوا الخروج ديالو شحال كيتباع الكميه، سيروا شوفوا شحال كيتباع غالي. علاش؟ لانه سماد طبيعي كيحارب واحد الميكروبات اللي كتقتل الخضره وتيعطي قوه. ها هذاك العمر. فراه هذا هو الماضي ديالنا وديالكم. الا قدرتي تجعلوا سماد تردموا عند رجلك واش تحطوا عند راسك. الا جعلتي الغبار توسدوا عند راسك تولي فيك الحساسيه في نيفك وما تقدش تشم حتى حاجه تشم ريحته هو. اما لا ردمتي عند رجلك وتكون رجلك فوق منه كيقويك بحال اللي كيقوي ديك الخضار، لان حنا نباتات. فما معنى انك تردم هذاك الماضي؟ الله سبحانه وتعالى كيعطينا المؤشر، وبشر المخبتين وعلم ادم الاسماء كلها، او اسم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والصابرين على ما أصابهم، الاسم ديالهم وبشر المخبتين. في القرآن من اللي كتلقى وبشر هي بشرى، والبشرى هي الخبر الزوينه اللي فيها الفرحه اللي جايك معها الهدايا وجايك معها الخير. الله سبحانه وتعالى سبق وبشر وعطى الاسم. شكون هما المخبتين؟ شكون هما المخبتين؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اذا هادو قلوبهم رقيق، هادو عندهم رقه وعندهم ذوق للمعاني، ماشي ناس يدعون الايمان ودار القران كعلى اساس هو موسيقى. كتدخل المحلات كتلقى القران مطلوق،
أبش على سيدي هذا والله يحليك قص لي 10 ريال لا ما نقص لك 10 ريال لا القرآن هو تيقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هنا ها قرآن ديروا لك في المحلة التجارية تركب معه في تاكسي القرآن بالجد واحد يكمي واحد لربما طالع بلا جنابة في تاكسي واحد لربما شنو داير واحد شنو دايرة والسيد دير لك القرآن في تاكسي لما التاكسي جامع تاكسي ماشي مسجد سيارتك ديالك ديال الدار ولا ركبوا معك مرتك ولادك خصك إلا داش القرآن تقول لهم تصنتوا ولا سكت القرآن عاس سكت انت ولا يسكت هو اما لا بغيتي تسمعوا خصك تعرف اذا ذكر الله وجد قلوبهم ان القلوب كتخشع كتولي تدوب ملي كتسمع الالفاظ ديال سيدي ربي كتنطق داك راه كلامه كلام الله هذاك ما كاينش شي كتاب على وجه الارض اللي فيه كلامه بهذاك القوه قد هذا الكتاب القران اللي بين يدينا الحمد لله اين شكون هما هم قلوب رقيقه وهم عارفون ماشي جاهلون كيعرفوا بقيمه الاشياء والصابرين بشرى لمن القلوب الرقيقة العارفة العلمة ديالها أن ملي تتدوي معها وكيجي كلام الله في الكلام القلوب كتدوب وشنا هي العلمة الأخرى والصابرين على ما أصابهم شنا هو العلمة ديال أنك صابر على ما أصابك أنك ما كتخلاش على صلاتك ماشي تا كتكون عندك الفلوس ومرفح وش بعد كتنصلي لا ما عندكش لا مزير لا عندك كذا لا عندك كذا وكتنوض كتقول الله اكبر نتنطقي شنو العلامه الاخرى الواعره هذا هو الكاشي ديالهم ومما رزقناهم ينفقون حتى في الضيق ماشي ينفق هو شبعان ولا ينفق هو عنده الفلوس شيطه وما عندوش وعنده يا الله باش يكمل الشهر هاو كيتلاقى مع واحد ما عندوش كتر منه كاع ويالله عنده باش يكمل شهر هاو كيتلاقى مع واحد ما عندوش كاع انت مازال عندك باش تكمل واحد السيمانه ولا 10 ايام وهذا اللي غاجي في الطريق مقابل معاه وراه ما عندوش هاد الليله باش يتعشى اش دير تجبد شحال تعطي كاين اللي كيكون خارج من السوبر مارشي يهز 30 خنشه ديال التقاديه وتيسب العسات على 2 درهم والتهزوا ولاده ومرته الخناجي وكيقول العساس شوف تغيو ويخرج في المود وكب تيغوت تيغوت علاش حاط تعطي العساس شحال تعطي جوج درهم ما تغلي وما صمروا لك لاباري غتولي تعطي به لي تبزوا لك 20 درهم يلا شتي العساس كنتي كتغوت ومنين جاوبوك صحاب الشرطه وصحاب القفل فشكون هما هم العارف اهل الذوق اللي كيصبر على ما أصب ما عام هي علامة الصبر الرضا ما هي علامة الرضا هو الحفاظ على صيغة المتعة ماشي التلدد احنا ماشي ناس وني با دي مازورسيست وني با دي صديك كنتلدوش احنا وسط المصيبة لا 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 عندنا ناس بين أيدينا أطفال صغار عندنا ناس كبار عندنا مرضى كنديروا لهم الحال باش بحال بلاج ملي كيحل جناحو باش يتكوى هو في ظهرو ويخلي الفريخات ديالو تضل وتيفطفط عليهم الله تخيل حتى انه كيمشي في الزق جناحو بالماء ويجي ويرش عليهم الله هو تيتحرك ولكن هما فريخاتو تحت منو ها مبردين بلارج مذكر بان امو بلارجة وباه بلارج تا هو دار معاه بحال هكاك تا هو كيدير نفس السنه للفريخ ديالو باش الفريخ ديالو تا هو يدير نفس السنه لولادو هذا هو الصابرين وشنو قال وبشر إن بشرى بأن إن مع العسر يسرى فإن مع العسر يسرى هاي البشرى إنك متأكد غمض عينك وحلف إن هاد الحال ديال 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 الصعوبة غيزول إذا شنو خصك دير خصك تسمع ابتسامك قداش تقول إن مسكم القرح تيقول يالله فقد مس القوم مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس علاش شنو هو السبب اللي داروا سيدي ربي هاد الحال علاش داروا هكا علاش بغيتي تدخل على السينما لواحد الفيلم بغيتي تمشي غير المهرجان تفرج في وحده غترنح بغيتي تفرج غير في التلفازه مؤخرا كنشوف في النهائيات ديال الحكس فايتر كتقول واحد المغنيه اللبنانيه حنا ما كنصدروش الارهابيين حنا كنصدروا الفنانه والله يا أخت الفني
المجتمع اللي كيحلم بأنه إن لم يقيم العدل والعدالة والحق والحقيقة الله يجعله ما يغني كاع المواطنين اللي فيه، الله يجعله كاع ما يشتحوا المواطنين اللي فيه، والله لا تفكت عنده حبة المشكل، لأنه ماشي بالفن باش كنفكوا المشاكل، ماشي بالشطح والرديح باش كنفكوا المشاكل. الفن مؤشر ديال حضارة أو فن، هو كناخذ بحرارة في مجتمع. واش هنا في هذا المجتمع حضارة؟ بالفن باش كيتعرف. واش في هذا المجتمع قمة والحار؟ بالفن باش أما كيظنوا بعض الناس في العالم العربي البليد بأن بالفن باش غتفك المشاكل المجتمع، فهذا حلم، وحلم ما عمر إنسان ما غيفيق ويلقى قدامه شي حاجة كتفرح. إقامة العدل والعدالة، شنو كتعني إقامة العدل والعدالة؟ شنو الفرق بين العدل والعدالة؟ أن العدالة جهاز فيها ترسانة قوانين، وفيها ترسانة نصوص، وفيها قضاة كيديروا اجتهاد. أما العدل هم رجال ونساء عندهم حرية تصرف مجتمع كيحميها لهم الدستور، وكيحميها لهم القوة الكبرى اللي كتكون في واحد البلاد، باش كيمشيو تينبش في البلاصة فيها مصيبة، مول العدل كيخرجها باش يقشعها، مول العدل يشدها. شنو هو الحق والحقيقة؟ الحق هو تعرفوا بأنه مرجعية عمرك ما توصليه، ولكن حطوا قدام عينك باغي نوصليه. والحقيقة هي كترفع من السقف المستوى الإعلامي العلمي اللي عندك في بلادك، كيكون فيه التبسيط، كيكون فيه البسط، ولكن كيكون فيه الدقة، وكتجعل من كل أداة كتجيني الغيرة أستاذ عفاف، كيبقى يضرني خاطري ملي كتجي ل 11 الليل 12 الليل وندور في القنوات الأجنبية وكنلقى دي دابا ل 11 الليل ل 12 الليل كنلقى في فرنسا، في اسبانيا، في انجلترا، في ألمانيا، في أوروبا، في أمريكا دي ديبا ناسيونو كيدو على التعليم، كيدو على الصحة. 12 الليل وحدة الليل الناس فايقة كتتكلم، احنا تتفوت 12 الليل دوري في القنوات العربية كلها، المسلسلات، المدبلاجة، الأفلام والأخبار ديال الحرب. كيفاش بغيتي هذا المجتمع العربي يتحرك؟ مين يجيب هذه الهمة منين؟ تخيل رسوم متحركة ما فيش كلمات، والله ما فيك جملة. باركي معي وليداتي كنتفرجوا فيه، فيه كتوبة كتعلم واحد بنادم، كتوبة كيجي عند واحد السيد كيبقى يتحركوا قدامه وتدوروا ليه الوراقي، كيدوروا وشوية هذاك الشخص بقى كيشرف مات. طارت عندي بنتي قالت لي بابا ما فهمتش فين مشى، قلت لها حبيبي عاودي رجعي شنو بالك، قالت لي كانوا كتوبة كيجيو عنده. قلت لها شنو كنتي كتشوفي؟ قالت لي كنت كنشوفو بالبيض والكحل، وملي كيجي الكتاب بين يدو كيولي عنده الالوان. قلت لها قصدوها بنتي هاد الناس الاذكياء اللي دار هاد الرسوم، كان المركز للدعم الانتاج السينمائي في المغرب ما صالحش لينا حنا الرسوم لولادنا، برك عليه ينتج هو يدعم هو غادك الحريره اللي كنشوفو، اما شي يدعم لنا شي رسوم نشوفوها. انا عندي سؤال، مركز الدعم السينمائي المغربي علاش ما كيدعمش الرسوم؟ عندنا شباب كيعرفوا، عندنا كتاب، عندنا امور، علاش ما نشوفوش رسوم بالدارجه بالشلحه الريفيه بالامازيغيه بالصحراويه بالحسانيه تجيب لينا وليداتنا؟ كتجيك الغيره. الرسوم شنو هو؟ دري غير رسم ونصم موسيقى وحركيه، ما عرفتش انا علاش. قلت للبنيه، قلت لها بنتي شوف شنو وراوك؟ قالت لي كيجي بابا الكتاب عنده كيكون هو فيه بيض الكحل كيشد الكتاب كيتلون. قلت لها قالوا ليه بهجه الحياه في الكتب. قالت لي يوم ملي بقى كيشرف ومشى. قلت لها فين ولا؟ قالت لي شفتو صوره في واحد الكتاب. قلت لها هذاك قصة حياته تطروا في كتاب خلاه لولاده. قلت لي وهذيك البنيه قلت لها فين توجد كتقرا قصة باها وقصة عائلتها في الكتب؟ اذا قالت لي ما ماتش. قلت لها لا بنتي ما كيموتش الواحد في العلم، خليوا هادشي لصبليون، خليوا هادشي الامريكان، خليوا هادشي الجابون، احنا اعطيونا الشبرد البطن والفرج وبارك عليكم شطح. دائما لقنا متواصل معكم لو في برنامجكم الاجتماعي اليومي بكل وضوح على مد غادي الإذاعة القريبة منكم. فاصل إعلاني وراجعين فابقوا معنا على مد غادي الإذاعة القريبة منكم. رجعنا باش نتواصل مع باقي المستمعين الكرام في برنامجكم بكل وضوح، وأرقامنا 05 22 46 72 50 51 أو 52. بإمكانكم تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080 في أول رسالة غادي تبعتوا بها كتبوا كلمات ما تخلوا فرق صغير وبعتوا بسؤالكم للرقم 5080. غادي نشوف مكالمة أخرى هاد المرة نتواصلوا مع نهاد على الخط معنا من مدينة فاس. أهلا بك نهاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لله
السلام جزاك الله خير بزاف. مرحبا لالا نهاد، شحال في عمرك؟ سلام عزاز. اهلا وسهلا نهاد. 30 سنة. شحال؟ 30 سنة. مزوجة مازال؟ مزوجة. شحال وليدات؟ ثلاثة. تبارك الله، شحال في عمرهم؟ 11 عام، سنين يا عامين. شنو السؤال ديالك؟ المشكلة ديالي هي مع جوزي. بحالاش؟ هي فيها مرض الزهايمر. ويعني بحال اللي جالسة معايا، هي ساكنة لتحت وأنا الفوق، و يعني بحال اللي جالسة معايا يعني هم مرضان. هي عندها 5 نتاع البنات، وتا واحد فيهم ما تيجي قابلها، وقرابين عليها ماشي بعادين. يعني رامين عليا كل شيء أنا، لدرجة أنني تنتعصب غير مع ولادي وتنبرد فيهم الغدايد، ما تلقى كيفاش ندير رد عليها ولا. أي حاجة درتها ما تتعجبهاش، هذه لازم محطوطة هنا الضو لا الشاعل، التلفازة لا الشاعلة، يعني شي هذيك الشكل اللي عندها. شنو العمل ديالك؟ كتخدم ولا غير بركة في الدار؟ لا غير جالسة في الدار. لالا نهاد، واش ربي بغى فيك الخدمه وبغى يعذبك ودارك في هذه الوضعيه، او لا كاينه شي حكمه؟ ماعرف. حاول خدم عقلك، واش انت دابا سخط عليك سيد ربي ولا شي واحد داعي فيك وقال لك سير الله يعذبك؟ لا ماشي بديك ماشي بديك اذا ملي ماشي السخط، اذا كاينه حكمه. سيدنا موسى طلب الله سبحانه وتعالى، قال له يا ربي اريني عدلك، قال له يا ربي بغيت نشوف كيفاش كتحكم بين الناس، بغيت نشوف العدل ديالك. قال له يا موسى ما غتقدش تصبر على العدل ديالي، قتيلح. فقال له غتشوف واحد الموضع وغتطلع في واحد الشجره وغتشوف. فكيشوف واحد الفارس شاب قوي في واحد الفراس، راكب واحد الفراس عنده السلاح، جا لواحد هذيك الشجره، نزل لقى واحد الماء كيكب من واحد العين، غسل شرب لبس حوايجو، نسى واحد الصاك فيه كيس من الذهب. بعد ما مشى كيجي واحد الراعي جايب شي غنم، تطيح عينه في الكيس مباشر، مشى هزو تتبان لي الاثر ديال العود، ها هما مشاو ومشى هو العكس بالجهه الاخرى، هرب بالكيس. شويه كيتمشي واحد الراجل اعمى، شاد واحد العكاز وكيطلب شكون اللي يسقيه فيه العطش، كيتحسس بودنو حتى كيسمع صوت ديال الماء، قرب لقى العين، حط عكازو جلس كيشرب، ها هو رجع مول الكيس ديال الذهب بعوده. قال لي واحد الكيس نسيتوه هنا ما شتيش؟ قال لي ودي راني اعمى ما كنشوفش. قال لي راه البلاصه اللي كنتي فيها جالستم فيها حطيتو، راه جبد الكيس ديالي. قال لي يا ولدي راه ما كان هزيت كيس ما والو، جبد لاخر السيف اعطاه ضربه قتلو. سيدنا موسى شد راسو، ويلي يا سيدي ربي شاد العدل، واش خليتي سلك اللي لقى الكيس سلت والاعمى الضعيف كلا ضربه من عند اللي في العود وقتلو وخليتي؟ قال لي واجن اشرح لك، هذاك الفارس باه كان مشروك مع بوات مول الغنم، وكان كيشفرو في راس المال اللي بيناتهم، حتى تغنى هذاك وتفقر هذاك، كان تشتي ولدو في هذيك الحال. هذاك الشيء اللي داخل هذاك الاب واعطاه لهذاك الدري، هاني قطعت الحق ديال باه اللي ضاع عطيتو لولدو. لربما كان من صحاب نرزقكم واياهم، او نرزقهم واياكم. خبر الرزق ديال الدري حتى ما تبعوه هزو عطاه الدري، وقال لي هذاك الاعمال اللي شتيه تقتل كان كيخدم مع شي ناس قطع طريق، ومشى جبت هذاك لهذوك قطع طريق قتلوه، هو خد حقه، كيف تعامل كي هي اين الجزاء؟ فدابا ملي تكونوا في واحد الوضعيه، تكون محطوط في واحد الوضعيه خانقه صعيبه، عندك وتطلبوا زوالها، طلب القوه على تحملها.
ما تطلبش الزوالة. قل لي يا ربي لك انت مقصب عليا هادي، ما سعيتش لا بيدي لا برجلي، قصمتي عليا. إلا كنت أنا سبب في حاجة وهادي كفارة ليا، اللهم يا ربي الحمد لله. إلا ما كنت السبب انت قصمتي عليا، يا ربي لما عطيني القوة باش نكون معها. حيث الوقيت اللي تدخل في صيغة الضعف كيغطيك بالرحمة، الوقيت اللي كتدخل في النفور كيتبعك بالسخط، وما كتخرجش منها وكتزيد السخط ديالك. ما كتخرجش منها كعب بالنفور ديالك، تخرج منها يا ريت، لا ما كتخرجش منها وكتزيد على راسك مصيبة أكبر أنه ما كيبقاش راضي عليك. علاش ربي تيدير اليتيم في المجتمعات؟ واش عنده وظيفة ولا ما عندوش؟ ربي تيجيب واحد السيد واحد البنت ولا واحد الدري ما عنده لا مولا با وتيحطو في المجتمع، هاو كديرو كتولدو واحد المرأة ولا كتموت، ولا كتولدو في واحد العلاقة غير شرعية وكتخليه، ولا 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 ما كيخرج مسكين ما عنده لا حنا رحم لا مولا با. شنو الوظيفة ديالو؟ الوظيفة ديالو هو دارو سيدي ربي حلقة وصل باش كيجمع ما بين أفراد وعائلات يجمعها نسب الدم، فهو نسبها اجتماعي، هو هذاك لانو دانتيرسيكسيون. هاد العائلة مناسب مع هاد العائلة، هذا نسب الدم، هاد العائلة مناسب مع نسب. فين هو النسب الروحي؟ ما مناسب مع حد، ما والد منه، ما والد منك، فين هو النسب الروحي؟ وهذاك اليتيم وعطيه هو هذيك الحلقة مش كي يجيب لينا النسب الروحي. فكيجيو كيدخلوا واحد الدار، ما ولدوه، ما هما جدوده، ما هما خواله، جابوه باش يقبلوا هما يتصلوا بالمجتمع في الناحية الروحية ديالو، فهو ابن المجتمع وهما آباء وأمهات المجتمع، فكيجيو رغبة منهم حبا منهم يؤديوا الوظيفة ديال المؤازرة الروحية في اليتيم. فلولاه كما كاش اليتيم ما غتكونش عندنا، غادي نكونوا غير في العلاقات ديال الدم ديال هذا ولد مع هذا، وديك الساعة نكونوا في الميز العنصري. فبالفضل ديال اليتيم وديال اليتيمة ما كنكونوش في الميز العنصري، ما كنبقاوش فقط في العلاقة ديال الدم، في العلاقة ديال المصهرة، كنمشيو للعلاقة الروحية. ولقنا دائما نتواصل مع كل الأوفياء في برنامج بكل وضوح، ورجعنا برفقتكم مستمعينا الكرام وبروفيسور. كنا توقفنا في المكالمة ديال نهاد من فاس 30 سنة، نعم، والمشكل عندها مع حماتها. لا ما عندهاش مع حماتها، لا لا لا، عندها المشكل ما كتميش ما بين القنطة والسخط. لا لا ماشي محمتها، أحمتها هذاك المجتمع عندها تم في الدار. نعم هذاك المجتمع. المغرب عنده تحدي كبير من هنا 20 عام غيخلص الغالي في الجغياتري، هو علاج الناس المسنين. نعم المغرب والعالم كله، ولكن المغرب بالذات عنده واحد واحد لاكورب غداو اكسبونونسيال، فيها الفييسمون اكسيليري، فيها انيجيان دو في غداو كتنقص، فيها ما كاينش واحد التحسيس من دابا الناس اللي عندهم 40 وعندهم 30 وعندهم 50 عايش بحال اللي غتبقى صحته ديما عنده، ما ينعسوا في وقتهم، ما ياكلوا اكيليبري، ما يديروا رياضه، ما والو، غادي عاد يوصل 65 70 يردم زدو. فالسيدة عندها المجتمع تم، هذاك المجتمع قلت لكم كاين الابن ديال دمك وكاين الابن الروحي، كاين الاب والام ديال دمك وكاين الاب والام الروحي، فين غيتلاقاو؟ شوفوا سيدنا نوح ولده هو هو من صلبه ولده قدر ينقده نبي، وطلب الله وقال لي سيدي ربي لا تخاطبني في الذين ظلموا، قال لي لا ما تدويش معايا فيها، لا 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 الدعوة ديالك نقبلك في كل شيء، في الظالمين لا، نبي اللي عنده دعوة مستجابة ورفض الله سبحانه وتعالى. وسيدنا لوط غير من الناس اللي حبوا سيدنا إبراهيم، تابع سيدنا إبراهيم، أصبح نبي ماشي ولد سيدنا إبراهيم، ماشي من صلبه،
ولكن لحقاته الدعوة سيدنا إبراهيم. طلب من اللي سيدنا إبراهيم ساق الخبار عليه الصلاة والسلام، ساق الخبار بأن المدينة غادي ينزل عليها السخط. قال سيد ربي وإلا كان فيها 100 صالح تدمرها؟ لا، وبقى نازل مسيكين من 100 هو هابط، ولا فيها كذا ولا فيها كذا ولا فيها واحد من الصالحين دمرها. قال لي لا ما دمرهاش. هو ديك الساعة راه تيحامي على لوط والناس اللي معاه. ومن جا الامر جاوا الملائكه قال لهم خرجوا 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 باش ينفى الله الكلمه مع سيدنا ابراهيم. قال لي لا تخرجهم. صافي نخرجهم اتحندرك. اذا هنا كنقول لكم واش عند هذا السيده فيها عندها مشكله بين القنطه والسخط. شنو الفرق ما بين القنطه والسخط؟ العارفين العارفات، القنطه مخلوقه لينا في الدم حنا بنادم، عافي خلقنا سيدي ربي بها، ما كاينش شي واحد اللي ما تجيش القنطه. لهذا ملي تيقنط الانسان شنو خصو يدير؟ يرفه على نفسه. هذه اللي كتسمعوني تنقول لكم صيغه المتعه. القنطه باش كنفرقوا ما بين القنطه والسخط، ان القنطه ما سببهاش شي جهه، ماشي بالفالطه ديال وتنسبي سبب شي واحد او شي وحده. القنطه طبيعيه كنتخنق كندير واحد الحاجه كنمارسها اكواك عباد الله كنزيدي المراه مسكينه ما بين كوزينه والصالون وتطيب وتسيق وتحدد وتقابل الدراري وتعاود تقدا وتعاود تطيب وتحدد وتقابل الدراري وتعاود تخرج تقدا وتعاود كتقنط. حنا اللي اعتذر ربي شويه شويه العرف ملي كتجي كتلقاها مزيره ما كنقولوش ساخطه كنقولو قنطه تاجي لعلاجي. وتخرج تخرج الشريفيه وتعطيها شويه الفلوس وتقول لها زوري احبابك وهذا، وكتجي في عشيه كتلقاها بعشي ورده بحال داك مسك الليل كيتحل بالليل بق انت داخل تلقى مسك الليل على القنطه. السخط لا، واخا تيخرج الواحد واخا تيمرح نفسه واخا تيتسارى كيقعدها. علاش؟ لانهم سبيها في شي واحد ولا داك الواحد دارو صناره باش يشدك بيه. على عمرك تقدري تحيدي صناره سيدي ربي؟ علاش كنقول لكم ما تسخطوش؟ هذيك السيده عندها ثلاثه د البنات ولا اربعه ولا خمسه ولداتهم من صلبها، وعندها وحده والداها من قلبها. هذيك بنتها الروحيه عاد جات نهاد، عاد جات بنتها الروحيه قالت لها كنت كنقلب عليك. واش حاب مره قلت لكم نعاود نقول لكم اللي عندهم مو وحده وباه واحد راه يتيم؟ انوضوا قلبوا على مواتكم الاخرين وقلبوا على باواتكم الاخرين وقلبوا على خواتكم الاخرين وقلبوا على اخوتكم الاخرين. راه لا بقيتي مخشيعه في صلبك، راه واحد لقيت الماد الشهريج كيولي معفن، ولا مشيتي للعين الجاريه ما عمر ما هامت لقاها مستخدم حلو. هنا قال لنا ارسلنا الرياح على واقعها في الماضي القدره جايه، هز يا ودي هز، هز يا ودي هز، دي هذا لهنا ودي هذه لهنا وجيب هذا من هنا وجيب هذا. والناس كتلقح بعضياتها والناس كتلقح بعض. انما المؤمنون اخوه في مقام الايمان. راه والله ما دخلوا الايمان لكانت اخوه. عندك تسحب راه ماشي اخوه هكاك عفويه، في مقام الايمان. ومقام الايمان هو مقام الامان. ومقام الاسلام هو مقام الافعال، هو الفاتح. مقام الاسلام هو الفاتح كيحل الباب. وتدخل كتلقى واحد الحيط، هذا هو الاسلام، حيط ومطراسيه اللوتيسما، طراساش في الارض، الصلاه الزكاه الاركان مطراسيه في الارض. وكتلقى واحد البران معلق في واحد الحيط مكتوبه فيه اشنو دير هنا؟ احنا درنا لك حيط ما يعومش عليك الوسخ، ما يدخلش لك هذا، احنا حاميين الباب مسدود. ولكن عندك لداخل شوفوا الاشاره اللي عطى سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يطلع في الاسراء والمعراج. قال لي يا محمد حدث قومك ان ارض الجنه صالحه الزراعه وزرعها. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ما معنى صالحه الزراعه؟ يعني بقى ما منبتاش، التاكيد
الحديث النبي صلى الله عليه وسلم غير لقى سيدنا ابا هريره ها كينبت شي نبيتات حدا الكوخ ديالو. قال ليه يا ابا هريره شنو كدير؟ قال لي كندير شويه الجارديناج، كندير شويه الورد وكندير. قال لي نعلمك الشي غرس. وي يعطيه الساروت اللي عطاه جده سيدنا ابراهيم. قال ليه علاه؟ ايه انت تسبح هنا ويا تنبت لهيه. علاش هما المفلحون راحت فلاحه. فهنا بنتي نهاد 30 عام امتى غتفكري تقنطي؟ لان الله يحسن عوانك يكون معاك مراه مريضه وتتخات تغوت وتمشي ودير الله يحسن العوان. خاص العوين، خاص العوين. ولكن هي تصابت جدات الوليدات وساكنه في الدار اللي انتم فيها مجموعين. شنو غديري؟ غتمشي تقولي لبناتها جيو ديرو؟ على اللي ما حنش بلا ما تقول ليه غيحن ملي تقول ليه. اللي ما حنش هو كيشوف، بقى عاد غيحن ملي ما اللي غتقول له غيسقط عليهم بجوج. فرحات اللي تلات عنده الحسنة وكانت الخاتمة الحسنة بين يده ومشى تختم سيدي ربي وقال الملائكة كتبوا فين ختمت الحسنة تم في هذيك الدار. إنها دار مباركة وتبقى البركة إلى يوم الدين. رحنا المسلمين المؤمنين الحرار رحنا صيادة، ولكن ما نصيدوا لا طير لا غزال لا نعامة لا والو. تتصيد واحد الجوكير كتقلب عليه، مشيتي تشديتيه كتنال الرضا الأكبر الذي ليس بعده سخطة. تخيل رضعك سيدي ربي عمر ما تخطى عليك، ونالها سيدي عثمان، نالها بالحياة بالحياة اللي سيدنا رسول الله مستلقي ومعه سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر ولابس جلابيته وترعرع على فخده، وسيدنا عمر بالك بجنبه وسيدنا أبو بكر بجنبه وسيدنا رسول الله متكي والجلابة طاحت شوية على ساقه. من اللي جاوا قالوا ليه راه عثمان بالباب هو يبرك، سيدنا رسول الله برك وغطى الساق ديالو بالجلابة. سيدنا عمر قال لي يا رسول الله واش حنا ملكنا باركين معك؟ انا وابو بكر كنت مستلقي وجلابيتك طاحت على ساقك وحنا جلبيناتنا ما علاش مني جا عثمان؟ انت قديتي الجلسه وقديتي؟ قال لي الا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكه؟ سيدنا عمر وي تفتل بغى يفهم. مشى عند سيدنا عثمان قال لي انت شنو درتي يا صاحبي باش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيك هادشي؟ قال لي شتي هادي ديري منيالي؟ اللي ما عمري ما استنجيت بها، ديما تنطهرها بالريحه لانك تمد سيدنا رسول الله باش نحييه. ما يمكنش قال لي نعطيه واحد اليد واخا تغسلات، ما قبلش فكره انها تكون توسخات وتغسل، بغى يخليها من نهار اللي يسلم خليها نقيه 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 نقيه. علاش؟ لان احتراما لمقام سيدنا رسول الله. شنو ربح؟ ربح الملائكه ديال سيدي ربي سبع سماوات كتحترمه. هذا رضا ولا ماشي رضا؟ نزاد حقو ايه قداش؟ سيدنا عثمان نزلت آية من اللي تنقراوها شعرنا توقف. دابا حنا شنو كنقلبوا؟ القنطاوة طبيعية ربي خلقها فينا. قنطتي بنيتي خرجي الجردة، ولكن خصك تبركي مع نفسك وتقول لأنني هاد نفسها. واش هادي مصيبة سلطها عليها سيدي ربي؟ واش هادي مصيبة هادي؟ ولا سيدي ربي نعم عليا بواحد الخير؟ أما ليه ما بغاوهش؟ أماليه ما بغاوش. وعلاش أماليه ما بغاوش؟ حيت راه هو ما بغاش ليهم. شتي تشوف شي واحد غادي دار شي صداقة، تشوف شي واحد غادي مشى دار شي فعل خير كيفرح ياك على أساس هو دارو، ويفرح أن سيدي ربي أذن ليه فيه بعدا هو الأول ويسروا ليه. واحد كيفرح مشى دار زيارة اليتيم ويفرح أن أذن لك ربي فيه وفرح انه يسر لك فيه ما جاتكش شي حاجه في الطريق وشوش راتك. دابا هي واش تيسرت لها الحسنه؟ واش بغيتي الجوكر؟ القنطه بنيتي راك بنادم راه غاتقنطي، عما تسخطيش، راه فرق ما بين القنطه والسخطه. هذاك هذيك السيده حلقه وصل للمجتمع الضعيف. المجتمع اللي كنتمنى ما عمرنا نوصلوا ليه يا ربي. شي نهار شي واحد ياخذ قرار، واحد عنده مريض في داره كبير ويقول لي مشي عند شي بلاصه ويقول لي دق لي شوكه وقتله.
راه المجتمعات كيفكروا فيها. اش كيسميوها؟ ها لوتانازي. اش كاين؟ شنو كتعني الموت الرحيم؟ ها هي الموت الرحيم، تبغى غادي باباك وغادي بامك فضة وتيدوز قد تحت منه مابقاش يعرف يهضر، وتقنعو تقول ليه هو صافي ورا بركة، ويقول لك هيا وليدي وعندك الحق وقلها بركة وصافي ابو نديك يشحطوك واحد شوكة وترتاح يلا وليدي. ويتم غتنيري يا ربي يا ربي لهلا تجعلنا لحنا ولا ولدنا ولا حفيد ولد 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 الى يوم الزمان اللي تقبض فيه يا ربي الدنيا، لهلا تجعلنا والاسد يا ربي نكونوا في هذه التربه الصالحه يعيشوها والدينا ولا جدودنا. مازال تمشي تديه لواحد المؤسسه انت معطوب ما عندكش، وكاين خوته وكاين ولاده اخرين الارواح اللي يلقاوه ويقابلوه، هذه راه مؤازره المجتمع لبعضه البعض، هذه مزيانه. اما تمشي تديها ما مجتمع دابا، اه مجتمعات واحد دابا رانا اذا قيامه في اوروبا واش يدي برونشا ولا ما يدي برونشاش. ومشاو عائلته جايبينه مصورينه باقي كيحرك راسه وكيتلفت بعينه وكيضرب بعينه بحالك، والو خاصهم يوصلوا ياخذوا القرار طحن دردك. علاش؟ لان باغيين تبقى البلاصه غير اللي عنده طابلت شوكولا في كرشو، والسيده اللي مستيكيه بهذيك الفورمه ديال السردينه، واللي ما شغلهمش هما واش فيها السيليكون ولا ما فيهاش السيليكون، ولا مدقوقه بالشوكه ولا مدقوقاش بالشوكه، ولا مغلفه السنان، لا خص على الصوره تكون مقاده، اما ما وراء الستار ما شغلناش. فهنا احنا مجتمع، هنا فين كنقول المسلم واش انت مسلم؟ ماشي مسلم هو تنوض تشوشر عباد الله، المسلم هو تجيب طرح في المشاكل ديال العالم باقتراح جديد. مؤخرا تنقرا في الاعلام ان لو ريكتور ديال الموسكيه دي باري دليل ابو بكر تيوضع تي تي واحد السؤال في فرنسا، علاش انه الكنائس اللي خاويه ما تصبحش مساجد يصلوا فيها المسلمين. انا كنقول لحبايب المسلمين في اوروبا عندك وتمشيو في هذا الخط، عندك وتمشيو في هذا الخط، شتي واخا ينوضوا يشجعوكم ويقول لكم اجوا صليوا، عندك وتمشيو في هذا الخط احبابي. احنا مسلمين جعلت لنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الارض مسجدا، سنصليو في جرده، سنصليو تحت كولوار، عندك طيحوا في هذا الفخ. راه الا مشيو دخلتوا في هذه البلاصه هذه راه هذه الدقه غتاخذوها المسلمين احبابي عمركم تنوضوا منها، لان الاوروبيين تيغيروا على التاريخ ديالهم، يكون ملحد ولا يكون علماني كيبغي التاريخ ديالو كيبغي المعمار ديالو، غادي تمشيو تدخلوا في واحد الفخ، وإلا مشاو حتى دخلتوا في هذا الفخ أحبابي راه والله والله تتندموا تتندموا، ما تتبعوش هذا الكلام هذا. إلا شي واحد مشى بغى يطرحوا شغلوا هذاك، أنتم ما تساقوش وراه، راه ملي قريت شعري وقف قلت هذا السيد كيخربق ما عارف اش كيدير، هذا السيد ما فاهم حتى حاجة، علاش على الأقل فين تصلي؟ علاش تمشي الكنائس مسدودة شغلهم هذاك؟ راه باقي الفاتيكان كاين، راه باقي الكنائس موجودة، راه باقي المسائل ديالهم، وهما عطوا السلطة باقية إلى يوم الدين ما غتحيدش. هما واخا تيغبروا تيبقاو خدامين تحت، فتمشي تعطيهم فرصه باش يطيحوا في اليمين المتطرف ويتعطاو واحد بحال ذاك ونابيل صرا شاع كانوا، تمشيو تعطاو هذا خطا خطا خطا، عندك احباب المسلمين طيحوا فيه ما طيحوش فيه ما طيحوش فيه. دائما القناة متواصلة معكم أوفياء في برنامجكم الاجتماعي اليومي بكل وضوح على ميد غاديو، تواصلنا مازال مفتوح معكم الأوفياء، غادي نبقاو لحظة مع فاصل إعلاني وراجعين مباشرة من بعده. على 0522 46 72 51 أو 52 مرحبا بتواصلكم معنا في برنامج بكل وضوح. ما تنسوش كذلك تواصلوا معنا عن طريق رقم 5080، وفي أول رسالة اللي غادي نتبعتوا بها كتبوا كلمة ماد خليوا فراغ صغير وبعتوا بسؤالكم للرقم 5080. غادي نمشوا بروفيسور هذه المرة وفي مكالمة أخرى نتواصلوا مع الغالية على الخط معنا من مدينة الدار البيضاء. مرحبا بالغالية. السلام عليكم ورحمة الله لله عسل. أهلا وسهلا بكم. ورحمة الله لله. الدين اللي كان سمعوا الصوت ديالك في الصباح. مرحبا بك. ودابا. شكرا لك. والله يربي سنة إن شاء الله على خير. يا رب أمين. يا رب إن شاء الله. شكرا الغالية. السلام عليكم ولد عمي. مرحبا بنت عمي. لاباس لاله بارك الله فيك لاله مرحبا. الله يكثر خيرك الله يعافيك والله الا كندعي لك الله ينصرك الله يعزك يا ربي امين يفتح عليك الله يكثر من امثالك الله يجعل هذا العلم ان شاء الله تعالى يكون النور ديالو في الدنيا وفي السماء وفي الاخره. يا ربي امين اختي شكرا لله بارك الله فيك احبك الله ورسوله لاله غالية. عندي جوج الاسئله ان شاء الله تفضل. الاسئله غنقول لك واحد القضيه، انا كان جاني واحد عرض عمل ودابا ان شاء الله تعالى راه غدا فيه ودرت راه استخاره، فاذا بي والله ما نكذب عليك شفتك حتى لا حول ولا بعدي مني انا انا لا الغالي سيري فوتيني يعني خليني باركين انا نقول لك شنو كاين شنو واقع ما تقولش لي شنو كاين ما تقولش لي ما لا عرفتي راكبه معاك في الطوموبيل وطالعين للجبل يا ربي تخيل طلع له
بواحد السرعه وصلنا للقمه. وانت تقول لي حيدي داك الفيسه ديالك يلاه دابا وحيدي داك انت في مالك ياك لاباس. قال لي باش ندخلوا دابا الخدمه اقسم بعزتي الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يفتح عليك في الشغل. وبعد صلاه الاستخاره مباشره اول صلاه استخاره فات لي هذه الرؤيه قالت اذا خصني نمشي في الامر. يلا دريبي مشينا طلعنا للجبل بحال قلت لي صحابك هذا اللعب هذا راه دغيا غنوصلوا صحابك اللعب واش انا غنخاف خلعني هذا الجبل هذا. والله العظيم سبحان الله. وين هذا جانب السؤال ديالي الاولاني كيفاش الله يكثر خير نتخلص من ديك ما نبقاش عطالة على حب الناس ولا حب هذا. شحال في عمرك الغالية؟ شحال في عمرك؟ عندي 44 سنة. عندي الإجازة في القانون العام ودرت واحد هذا المعهد ديال المربيات ديك فورماسيون دو غوفيرنون دونفون. ودابا هذا العرض جاني على أساس مربية إن شاء الله تعالى خارج البلاد. وأنا ماشية في الأمر ديالي. المهم دابا مزوجة ولا مازال؟ مزوجة ولا مازال؟ لا مازال ما مزوجش لا. كاين هذا جاو عروض وما تيسرش ما صفقناش. الو قلتي كيفاش ما بقاش عطالة على حب الناس دابا خصوصا انا كما بحال هذا هاد السن عرفتي معطوبة يعني مكلوطة. تزادت في واحد الأسرة اللي الأم ديالي الله يرحمها من أطيب خلق الله ولكن مسكينة عانات من مجموعة من الظروف والضغوطات من الوالد الله يغفر ليه ومن العائلة المحيطة وديك شيء تعرضت لأمراض نفسية وديك شيء ورغم ذلك بقات مقاومة وصابرة إلى آخره. هذاك الشيء ما خلاهاش تعطينا الحب الكافي والعطف الكافي. بالتالي احنا بحال انا من الناس انا حنا ثلاثه انا واختي وخويا انا من الناس اللي كليت شويه ديال الدق ما خديتش هذا الكافي وبالتالي حافظت على راسي وحاولت ما نتعرضش لشي حاجه اللي في سن المراهقه اللي الانحراف هذا. ورغم ذلك دابا ملي بحال دابا تطرح موضوع الزواج ولا هذا كنرتبط عاطفيا كنتاثر كندخل في واحد الدوامه ديال ما كنقدرش نخرج منها. الو غير غاليه نعم غادي نعاود نصيغ انا وياك السؤال كيف حطيتيه دابا. انت قلتي كتقلب ما تبقاش عطالة على حب الناس في حياتك ياك؟ نعم. انا غنعاود نصيغ السؤال بشكل اخر وقول لي واش هاد الصيغه اللي غادي ندير للسؤال واش مطابقه لشي حاجه عندك او لا؟ نعم. كاين بعض الاشخاص اللي تيحصلوا في واحد الصوره كيخصهم يعطيوها هذيك الصوره ديال واحد كيتقن شغله واحد زوين واحد مؤدب كيعطي واحد الصوره كيصنع واحد الصوره وهذيك الصوره سواء كان واحد مريض ولا مقلق ولا ما فحالوش ولا كذا ولا كذا كيخصو يبقى محافظ عليها ظنا منه. الا ما عطاش هذيك الصوره ما غيلقاش بلاصتو مع الناس. اش كتقول لاله الغالي؟ انا من النوع اللي كنبغي يخلو مانياك كلشي نبغي يكون هو هذاك. دابا واش سمعتي الصيغه اللي درت؟ سمعت الصيغه واش قريبه شي شويه ولا بعيده ولا؟ لا قريبه بزاف قريبه بزاف. من امتى بدات؟ هذا الشيء معاطيه واخده من التربيه ديال الام ديالي. حيت لاحظتي انا راه كاين فرق ما بين انني نكون عطال على حب واحد ومن انني نكون ساجين واحد الصوره ظنا مني. الا ما كنتش في هذيك الصوره راه ما غناش الرضا. راه فرق هنا. الاولى راك مشيتي معاها مزيان راك كنتي كتاناليزي تبارك الله عليك ذكيه. الاولى راك مشيتي كتحلي لا كارونس افيكتيف راك حطيتي صبعك عليها ولكن ما شفتيش ليا هذه لا كابتاسيون دي زيماغو. صحيح. دابا نقول لك دابا انا عندي دخلت في العمل الجمعوي وديك شيء وكان الناس العمل الجمعوي والعمل الخيري تستنزف من الناس وحتى حاجه ما كترضيهم. وانا كنبغي نرضي جميع الناس لدرجة أنني كنبقى هادشي على حساب صحتي وعلى حساب راحتي وعلى حساب هذا وكنبقى كنحس بتأنيب الضمير كنقول خصني ندير هادي وندير هادي وندير هادي ونجي كنجي نقلب راسي أنا بشحال من حاجة ما نقدرش نديرها لراسي. وبالتالي فدابا هنا فوقاش غتاخذ واحد القرار مع نفسك بأنه الأوان ياك الأوان أنك تكوني مطابقة لطبيعتك. ان الطبيعه ديالك مثلا نعطيك مثال كاين الناس اللي كيمشيو للمطعم في دارهم ياكلوا بيديهم ولكن في مطعم نخوه كيبداو ياكلوا بالفرشيطه والموس. لا اله الا الله. كاين الناس اللي في ديورهم كيهضروا بالدارجه وتيمشيو لشي حفله فيها الناس كيهضروا بالفرنسيه كيبداو يهضروا فرنسويه مع ولادهم وما بعضياتهم كيهضروا بالدارجه. وكتشوف بالكناش شي مراه وشي راجل وشي دراري وشي حباب الفرنسويه كاع مشلضه
ولكن تا هما خصهم يعطيو الصورة. علاش؟ لأن هذا هو السنتيمون دانفيريوريتي. هنا فين التحرر الأوروبيين، حنا مازال ما تحررناش، حنا مازال عندنا هذيك الحطة. كتلقى السيدة كتمشي لواحد ريستورون كتشرب وكتقمقم شنيفة تقول سافا وي جو مابيل خربوشة وي وي، وكتقمقم فمها بحال لي فويال ا لا باريزيان، وهي ما عارفاش بان هذيك هي لا برونسياسيون لا باريزيان. كاين لا برونسياسيون ديال ليل، كاين لا برونسياسيون ديال 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 لا بونليو، كاين لا برونسياسيون ديال لو سود، كاين لا برونسياسيون ديال لي كانديان. علاش بالضبط خديتي هذيك التقمقيمة ديال لي فويال ديال لي باريزيان؟ علاش؟ لأن هما اللي كيبانو في الإشهار. بالنسبة لي هذاك هو لو موديل ا مونتخي. ما عمرك ما غتلقى شي مانكان غياخذوه لي 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 غروند مارك ديال الإشهار وتتهضر المانكان بلاكسون بروفانسال، ما غاتقولش لك نوزالون مانجي لا بويابيس. ما عمرك غتلقاها، ولا غتلقاه كيهضر بلاكسون فيرنانديل. بار كونتر غتلقاه كيهضر بلو فرونسيليان. دابا ديجا عندهم هما في بلادهم هاد البروبليم هذا. فدابا هو الترونسفير مشى دار في لي سون دابيل كنسمع مساكن الدراري البنات عرفتي لاكسون فرونسيليان وي بونجور جو مابيل ودي هضر لاكسون قمقم ديال الفرونسي. انت مالك انت في لو سود؟ لو سود خصك تجر من مارسيل لتحت. لا عندهم وعي بالنسبه لهم هما. فهنا هاد اتر هذا هو لو سومبلون اي لو فو سومبلون. ملي تنتكلم فرنسي اسكو جو في سومبلون ou est-ce que je suis un faux semblant, ou là je suis dans un faire semblant pontif, ou est-ce que je suis dans un faire semblant pontif, être pontif, j'aime faire un pont, ou faire un pont, ou est-ce que je suis dans un faire semblant pontif. Donc, quand tu as une langue, ou une langue, tu dis un faire semblant, entre cette langue et cette langue, donc tu as une langue. Ou là, tu es dans le faux semblant, ou là tu fais semblant. Et le maquetage contre, maquetage passerelle, il y a un taraf les fondamentaux de la taqafa. Ou taraf les fondamentaux de la taqafa. Taraf le khwal khawi de la taqafa. Ou taraf le khwal khawi de la taqafa. Quand tu as le khwal khawi, ou quand tu as les fondamentaux, ou quand tu briques, ou quand tu as dit un canal, c'est la toussle, quand tu as dit une autre toussle. Mais les gens ne sont pas arrivés. علاش في ليغليز كاثوليك عندهم لو بونتيفيكا؟ علاش عندهم لي بونتيف؟ باسكو سو سون دي بيرسون داروهم هذوك لي فونكسيون باش يكونوا ما بين المسيحيين وغير المسيحيين. يا ولد كنقول لكم عندكم تسمعوا هذاك راه الناس عندهم علم هذوك. واخا تشوفوا مينوريتي في واحد البلاصه، واخا تشوفوا ما كيتحركش، راه كيمشي تيشد هو لي كابيتون، كيمشي يشد لي بوين دوغ في لا كولتور، كيلصق تم ويخليك التاولي ديال المسلم تمشي تشد دوفون دو لا سين وتاخد تمرميق. رجع الى قدموك رجع نشريع، ولا ما نتقدمش ما نتقدمش، انا ميرونيتي. لا لا تقدموا هما لي ماجوريتي. دبر راسكم الى بغيتو المسلمين تكونوا ذكيين، بغيتو تقدموا وتاخذوا فيها معاهم مساكن عزيز عليهم العرب، كيبغيو دائما ديك الواجهه. أنا بغيت شي صقع تعرفوا عرفوا اللي كيجي لقدام، كيعرفوا العربي، جيب اخو شي عربي مكشمطو هذا العام، تيخرجوا ملون، تعلموا شويه التواضع، تعلموا تخدموا بحالهم كيخدموا لي فوندامونتو، البوان كابيتون شنو هما؟ هما الفينونس، هما لي بيلي ديكونومي في تيغسيير في تكنولوجي. شحال خاصك تبيع يا دولة العرب من باطو البترول، تبيع لك شركة لوجيسيال، تفوتك، أنت حفرتي. وانت طلعتي وانت ستوكيتي وانت دير الباطو، هو جالس واحد البلاصه كليماتيزو كي بروغرامي لك خدمتك، ضرب 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 ويصيفطو لك. توصلتي به؟ جاتو عافاك السويفت، ما عندو ستوك، ما ياكلو ليه فار، ما تقاد عليه لي غيزيرف، عندو النورون ديال ولادو. النورون دير لهم هوليوود، دير لهم الاوسكار، دير لهم لي فيستيفال، دير لهم الرياضه، دير لهم يمشيو للقمر لمارس، وخلى ولادو لي نورون ديالو يتحلو، خلا ولادهم النغون ديالهم شي بعيد، وانت ولادك طراسي ليه اللحيه وهبط ليه هداك وخنق مرتك مزيان
وملي تخنق لك المراه مزيان تخنق لك الدراري مزيان، وملي يتخنقوا الدراري والمراه تيخنقوا المجتمع مزيان. وجالسين شطاحين عليك يا القرد نقزاوه ونقزاوه تبع مرته تبع الدراري اللي صمر ليهم هو بالكلخ. البلاصه الوحيده اللي فيها المراه الاسلاميه باقوى نسبه الاحترام عندها في المغرب ومازال طامعين زياده. والله تشوف شي مساكن شي نساء مساكنين في قنتخر من غير المغرب الى عايشين ساكن واحد وتا ما كتعرف مسكينه تتسلم. علاش نشدوها بغاو يردوها نكيره؟ المغرب بلاد العارفين، عندك وتسحاب راه جات بشي حاجه، راه جات بالعارفين، راه المسلمين الحرار هما اللي دافعين في هذا الباب، راه ماشي تسحاب شي بلايصه تابعه شي بلاصه ولا شي جهه تابعه شي جهه. المسلمين الحرار هما ما يرضاوش اختهم مسلمه تكون محقوره، هذا راه خصال المحمديه الحره. ما خليوش حنا نفتي عندنا شي واحد تابع لشي جمعيه حقوقيه في العالم ولا كياخذ شي بورصه ولا كياخذ شي تمويل، حنا نفتيو عليهم ونعطيهم حتى الفتاوى كاع بلادهم. فهنا خاص لاله الغاليه تبعد شويه من الارتيفيسيال، من ليماج. كتكون بارك في دارك مع ولادك كيدوق الضيف، ولي ولي جمعوا 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 جمعوا، سيري سيري حيد حيد، علاش ما تبقاش بارك؟ كيف انت؟ الفتات في الارض، كيف الزيتون زيت العود معاه ما شنو فيها؟ علاش ديما حنا خاص الصالون يبقى مستيكي مقاد وتيجلسوا سبحان الله فواحد القنت ويجيو الضياف غادي يشعلوا الضوء ويديروا الترياق في الصالون؟ علاش؟ إيه إكرام الضيف مزيان ولكن إكرام المعمر أكثر. حنا مع إكرام الضيف ما نكونوش في هذاك، نحصلوا في الصورة. كيكون عرس كتلقى السيدة من جوج وهي تتستيكي تتسعد، واش كتستيكي وجه فيه شبر؟ شحال كاين في الوجه؟ فيه شبر. بالاحرى تمشي لمرايتها وتكحل ودير شويه الحمار في شنايفها وتغيضغي واحد الشعير كتجمعو كاع، وشويه كتشوف واحد السيده داخله بواحد الفستان بسيط مشط واحد المشطه خفيفه، وكتلقى احسن من هذيك اللي مسكينه جامعه 30 عقده ودايره الحمار والخضير والزريق. علاش؟ لان قالوا ليها هكا خصها تمشي للعرس والصف داير على هذوك هذوك سميتهم هذوك اش كتسميو نتوما اللي كيمشيو عندهم نتوما الكوافير ديالكم الصف. وعلاش كونوش حنا في البساطه ديال السائحه الامريكيه كتجي لابسه كتشري صنداله ديال الصباح من عندنا من الحبوس، وكتلبس لك واحد السروال ديال الثوب مغربي، وكتلبس واحد القميجه وكتقلب كتلقاها باحثه عالمه الفلك. وحنا انا ما نرضاش نركب في الطومبيس نكحل الراس الاوبه شريحه العرق خانزه، انا لقيت البارح في الطالب يعني عرفتي خكوم تشتي راسك غتربي مع العرق ديال برا ماشي العرق ديال الداخل، ماشي العرق ديال الكلخ ديال مخكم، تتحكموا على المظاهر. فحنا خصنا نشدوا هذا المجتمع المتنكر اللي كل شيء صباح طالع للصوره، بغينا حنا هذه الصوره هذه نعطيوها حقها من النسبيه، نقولوا لها بركي بركه ما تستعبدي عباد الله، اجي نفكوا عباد الله من الصوره. مرحبا. نمشيو لمكالمة أخرى بروفيسور إلا سمحتي هاد المرة من بعد الغالية، معنا بسمة على الخط كذلك من مدينة الدار البيضاء، ولكن غادي نبقاو مع فاصل إعلاني راجعين مباشرة من بعده، فخليكم دائما معنا. مرحبا بتواصلكم معنا على 05 22 46 52 51 أو 52، وما تنسوش على أنه بإمكانكم تواصلوا معنا دائما عن طريق الرقم 5080 في أول الرسالة اللي غادي نتبعتوا بها، كتبوا فقط كلمة ماض وخليوا فراغ صغير وبعتوا بسؤالكم للرقم 5080. غادي نشوف مكالمة أخرى هاد المرة ونتواصلوا مع لينا على الخط معنا من مدينة الرباط. أهلا بك لينا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم دكتور. مرحبا لالا لينا. لينا لينا ال اي ان ا. اه لينا. ودكتور كان سبق ليا هدرت معاك دفا. مرحبا بك. واحد المره كنت محتاجاكم باش تعاونوني وفريمون عاونتوني تبع النصائح ديالكم. مرحبا بك. وباش غادي تفكرني دكتور غير واحد ديك الجنه وبس وللمره الثانيه دكتور باش غادي تفكرني انا اللي كان عندي ليكزامان تاع المحاماه. وكنت عيطت عليك وقلت لك دكتور راه ما كنقدش يعني كنقرا بزاف واخا هكا كيجيني هذاك لو تراك وكنخاف وعقلت عليا دكتور عقلت عليك هي داكوغ دكتور انا دابا الحمد لله يا ربي هذه المره عيطت عليك ماشي حيت عندي شي بروبليم ولا الحمد لله دوما عليك حال حيت فريمون دكتور
وقفتوا معايا بزاف وبغيت كيما جيت لزقت لك من ما كنت مزيانه دابا بغيت نبشرك بواحد البشاره الخير بارك الله فيك ونقول لك باللي وليت محاميه مرحبا الله يلا كيصلح هادشي تبارك الله وكنتي انايا الثانيه في المغرب كله اللهم لك الحمد تبارك الله تبارك الله وكنت دكتور في الوقيته تاع البريباراسيون ديالي توجور كنبغي نعيط عليك ولكن درت واحد لوبجيكتيف بين عينيا كنت كنغير بزاف من كتقول دكتور عندنا احبابنا في هادي احبابنا في هاد البلاصه وفي هاد البلاصه قلت انا غادي ان شاء الله نقرا مزيان وتنوصل لهاد السيد راني باغيه ونولي انا وحده من شباب الدكتور الجديده اللي راني فيها وني شفت شي واحد من المستمعين شي حاجه يعيط عليا ونقضي له الغرض الله يكون منك الله يكون منك فرحتيني بهذا الخبر الله يفرحك يا ربي امين دكتور هاد الخبر ديالك شنو اللي مفرح بالنسبه لي اكبر من نجاحك في المحاماه هو هذاك الاصرار على المعتقد الصالح دابا بزاف ديال الناس دغيا كيسوءوا الظن دغيا واحد يخرج العيب في المغرب دغيا واحد يقول لك ما درت لي والو دغيا كيسوءوا الظن واللي صالح هو يبقى الواحد شاد في هذيك العقيده الصالحه لا كاين الخير كاين الخير كاين الخير فلهذا الله سبحانه وتعالى يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا والله عرفتي حنا كيفاش كنقراوها ماشي إن يعلم يعني علم غادي يطالع عليه لا يعني ملي كيصبح هذاك اللي في قلبك ما كيعرفو غير هو كيصبح كيتجلى في أقوالك وفي حالك حيت هو راه عالم اللي في قلبك ولكن هو بوحده وحنا ما كنقدروش ندخل القلب حنا كنشوفو الأقوال والحال والأعمال شنو لقيتي اللي كتجسد هذاك الشيء اللي في قلبك كيولي كيخرج على لسانك كيبان في حالك وتيظهر في اعمالك والله تما صافي اش كيدير سيدي ربي تيقول لك بقى خاصك هذيك الاخرى يلا خذها هي كيعطيها لك دابا حنا لا شوف سبحان الله العلي العظيم في سوره المعارج ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا درهم اللي قلت لكم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط قلت لكم راه القنطة طبيعية هذه خص واحد يمشي يتصدى ليها ويبعد منها وما يسب بها في حد طبيعتنا هكاك كنتخنقوا كنملوا الصحابه جمع النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ملي تنكونوا معاك راه كنكونوا في واحد الحال السعداء راه غير كنبعدوا عليك يا رسول الله وتنوليو قال لهم ساعه بساعه ساعه بساعه هذاك الحال ساعته والحال واحد اخر ساعته اجتهاد اختلاف الليل والنهار المد والجر هذا هو الحال الطبيعي شتي الحمق ولد الحمقه اللي مو مسطيه وبوها ما فاهم والو وما علموه حتى حاجه في الدنيا هو يبغي يبقى شاد حال واحد يعني يائس غيسحب هذاك الياس دائم يعني فرحان غيسحب الفرح دائم لا نعم عليك ربي بواحد الساعه الفرح ما تخافش انه راه غادي تجي وراها الياس لا ما تخافش غير عرف ان كاين صيغه ديال الكمال وصيغه النقصان راه يخليك في صيغه الكمال مش ميخليك شويه كاين يلبسها لك صيغه النقصان يعني ما باغي توصل لهاد البلاصه الفلانيه بحال مع الشريفه ديالنا الله يرضي عليك بنتي لاله لينا وراها ديالنا نيت لاله بنت البرنامج بنت الفكر اللي كندافعوا عليه احنا فكرنا بسيط سهل ممتنع هو الفكر فكر بسيط يقدر يتناولو العالم الخبير ويقدر يتناولو المواطن البسيط فملي مشات وضعات شوف شوف إن يعلم الله في قلوبكم خيرا جعلت العقيدة الصالحة أنها تكون في خدمة الناس وقالت بغات حتى هي تكون من حباب المغرب اللي نعيطوا عليه ونساعده وصلها ولا ما وصلهاش الشرف فيك يكون الخير ملي تمشي تقصد لوجه الله حيت هو الغني ما محتاجش لك ولكن جيتي انت شتي بحال بنتك ولا ولدك كيجي عندك انت عيان وكيشوفك ولدك كدار مع الفلوس باغي تكمل باش تخلص واحد الارض وبنتك مسكينه جابت لك واحد التغليق
جايبها وكتقول لك بابا هذاك القجر ديالك الحكيكه ديالي هكا هكا واش تعاونتي لنا الارض. تخيل شحال كيسعد هذاك الاب، شحال عندها تما في هذيك القجيه ديالها، عندها واحد 10 دراهم ولا 100 درهم مجموعه، ولكن شوف فهمات بان حتى هي تقدر تساهم. وراه كذلك حنا مع سيدي ربي، واش هو محتاج لينا عباد الله؟ محتاج، ولكن كنوضوا في الايمان ديالنا وكنبقاو نكبروا 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 في الايمان في المعتقد، كنخو نكبروا تنقولوا والله حتى غندير هذه لوجه الله، يا ودي راه كبيره عليك، ولكن رغم ذلك تيقبلها. علاش؟ لان هذاك هو المعتقد. في الايمان راه ما عندوش الحد، هو الايمان راه هو البصر الوحيد اللي ما محدودينش فيه احنا. ففي الايمان كتقول له يا ربي فلوسي محدودين، قوتي ودراعي محدودين، كل شيء عندي محدود، ولكن يا ربي في ايماني ما محدودش يا ربي. وكتهز هذيك الدعوه وتعرض بها وتوسع بها يا ربي، كتحل يدك قد ما عطاك ربي في القوه ديال القلب، كتبقى غادي كتوسع. علاش هو قال لا يسعني كوني ويسعني قلب عبد مؤمن؟ معنيتها بان ملي هو سيدي ربي حتى حاجه ما توسعه، بان مقام المؤمن في قلبه لا حد له، فعطاها لنا ملي جا قال لنا راه كيمشي لهذاك البلاصه اللي هو القلب، راه ماشي حقيقه كيمشي ليها، راه قال لنا الي ليميتي، والا قدرتي توصل لسباس ليميتي تم تنال الدنيا والسماوات والله على ما شفنا حاجه اخرى كاع تنالو هو نيت. الف شكر لك بروفيسور مامون مبارك دريبي، ان شاء الله موعد جديد معكم مع كل الاوفياء ديال البرنامج غدا ان شاء الله. حنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم الاجتماعي اليومي بكل وضوح، لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم راه الميكروفون وفاء فائز فوندا اللي رافقتني في الاخراج. بقيت اوقات طيبه وممتعه، كانت منها لكم اوفياءنا رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. الى اللقاء. بكل وضوح برنامج التحليلات الاجتماعيه بشكل صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة في المغرب. مرحبا بكم بالأسئلة ديالكم بالصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا.